الناس كلها. وهو الفيروس كمان ما فرقش بين غني وفقير ولا دولة رائدة في مجال البحث العلمي ولا دولة فقيرة، ده الدول الرائدة في مجال البحث العلمي تأثرت تأثير كبير. هاك حق يعني على الأسماء اللي اتعرضت علينا إن جالها الفيروس وكلام من ده، يعني المفروض دي تبقى أول ناس محصنة، يعني ناس في أمريكا وناس في ألمانيا وناس ولاعب كرة على ما أعتقد ديبالا أعتقد في لعيبة كتير لعيبة ديبالا ومات ودي لا في لعيبة كمان محللين أنا مثلا مش فاكر يعني مين بالظبط. الواحد بقى بيزعل على الخبر نفسه وبيتمنى إنه يبقى فيه علاج يعني يعدوا من الحكاية دي كأي فيروس برد أو أي حاجة. حتى الواحد لو جاله برد ها بيبقى هيعمل إيه بقى ساعتها؟ بيستخبى، بيفضل بقى يشوف الأعراض يفضل الأعراض يستخبى أول حاجة، لا غير الاستخباء بتفضل تشوف الأعراض وكذا وبعدين تخف من البرد فبرضه ما تعرفش هو ولا مش أنا هو أنا خفيت ولا هو ولا مش هو ولا هيحصل إيه. فهي حالة طبعا دراماتيك، يعني أنت مش ممكن تتخيل فيلم زي الأفلام اللي كانوا بيعملوها الأمريكان ها غير كده. الناس قاعدة عاملة كده مالهمش فيه، يعني مالهمش فيه غير إن ده شيء واعظ، يعني أنا بسميه كده بصراحة، يعني صح. حاجة بينك وبين نفسك. دلوقتي الأذان بيدن جاري كلنا بنوقف، الأول كنا نقول لك طب خمس دقايق ربع ساعة نص ساعة حصل لي كمان ساعة، دلوقتي الناس مش عارفة اللي جاي إيه، تنزل حتى تصلي في الجامعة ما فيش صلاة في الجامع خلاص احنا ما بقولك مش عارفة حتى تنزل خلاص كانت الكعبة والمسجد النبوي والرسول يا رب بعد كل شهر رمضان وقرب الشهر الكريم بإذن الوضع أشياء يختلف. ربنا بيحسسنا بقيمة الشيء اللي كان في إيدينا صح، أو بقيمة الدنيا اللي احنا في دروس عايشين. في دروس الدنيا اللي احنا عايشين فيها. ف زي ما بيقول ربنا نفسه يعني وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، يعني إن شاء الله تبقى حاجة تقوى لينا وتبقى حاجة جميلة في الآخر، نبقى قاعدين ونقول شوف ربنا وجماله ودانا على السكة بحاجة صغيرة كده. ما قبل كده نزل حاجات كتير أوي بس ما كانتش بتجيلنا، ما كانتش بتعلم بتروح للعالم كله، العالم كله تعزل العالم عن نفسه تعزل. بعدين يا رب يكتشفوا ايه اسباب الحاجات دي، يعني يا رب يكتشفوا مصل لانه يقضي على الحاجات دي برضو، يعني مش الناس كلها بتشتغل الحقيقه، الناس كلها بتعمل كل حاجه، الناس بتحاول كله باراده ربنا، كله باراده ربنا سبحانه وتعالى باذن الله. طب انا وصفت المشهد بما ان احنا بقى ناس بنتكلم في الرياضه وفي الكوره واعلام رياضي، انا وصفت المشهد وكانها مباراه صعبه، بمعنى اي حد بيبقى داخل على مشهد قوي او عنده منافسه قويه بتبقى مباراه صعبه عليه، لازم يستعد لها كويس، لازم يشتغل على نفسه كويس عشان في النهايه يكسب ويمر بالمرحله دي ويمر بالمباراه الصعبه دي. اللي احنا فيه ده دي مباراه صعبه، ايوه عامله زي مباراه ريال مدريد كده وبرشلونه وليفربول اللي هي اربعه الريمونتادا الريمونتادا خدت بالك ويرجعوا تاني 3-0 و4-0 3-0 و4-0 دي ده الماتش الصعب، يعني احنا ممكن نتكلم يعني في الرياضه اهو ده الماتش الصعب مظبوط. هل الانسان قادر على تحقيق المعجزات في ظل خصم قوي خصم شرس خصم عنيف؟ هو ده اللي انت بتتكلم فيه الحقيقه. بس انا عاجبني ان الرياضيين في العالم كله الحقيقه خلاص بقى حسوا بالمشكله، الرياضيين في الوطن العربي، الرياضيين في مصر، الرياضيين في كل حاجة، الناس بقت بتشارك اللي يقدروا عليه، اللي كل واحد بيقدر على أي حاجة بيعملها، التحديات اللي بتحصل والكلام من ده مش عايزين الناس تاخدها بشكل الناس بتتباهى ان ده لا دي الحكاية دي بتدعم النفس. وبعدين المرض ده انا ما اعتقد طول ما نفسيتك قوية وعالية ما بالظبط، يعني النفسيه لما بتبقى عاليه والمورال بتاعها جامد ان في حد واقف جنبك مش سايبك، حد هيفضل وراك لغايه اما ان شاء الله ما يكونش عندك البتاع. الناس اللي في المستشفيات وبتقف عشان تعالج الناس ومضحيه بحياتها ومضحيه بكل حاجه عشان شكلك، لازم ندعمهم الاطباء والتمريض، لازم رجال الاعمال والفنانين والناس اللي هي تملك، في انديه تبرعت كمان في اوروبا، اي حد بيملك اي حد بيملك هيحس بسعاده حتى. يعني انا عجبتني كلمه ان انا عندي 1000 جنيه اطلع منهم زكاه مثلا، الزكاه بتمشي هنا بقى في الحكايه دي. طب ما انت كده هتطلعها ومش هتطلعها على الفقراء، لا انت النهارده الاولى انك انت بتطلع الحاجات دي دلوقتي
وخلينا بقى على طول كده. فالدنيا لو مشيت كده على طول هيبقى انتصار للحياة بشكل غير عادي، وهتلاقينا كلنا برضو حتى لو عندنا مشاكل كبيرة سياسية أمنية أي حاجة هتحل. التفكير التفكير حتى هيتغير، حتى لو طلع مننا ناس وظهروا في الموضوع ده وحبوا يستغلوا المنافسه، لا 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 لا، ده هيبقى دول بره، دول خلاص، ده الحكايه، ده انتوا فوق الميه بقى مكشوفين قوي. يعني الحكايه حكايه الهيه بحته، فيا رب تبقى الفايده منها التجمع اللي احنا والوحده اللي احنا فيها. صح. دي يعني انا عشان اجي اكلمك واقعد اتكلم مع الناس في يعني مش جايين نعمل برنامج الحقيقه، احنا جايين اخوات مع بعض مع الجماهير اللي احنا فيه، لو عندهم وقت يتفرجوا علينا او يشوفوا اي أنا بكلمك من اللي جواك اللي هو عندي انا برضو، يعني انا اللي عندي كل التصرفات اللي كل التصرفات الثانيه نفس الشيء، وانت اللي عندك القلق وانا عندي القلق، التعامل بقى يبقى بهدوء يعني. فالحقيقه مش بشكر بس